اتفاقات التطبيع أرباح خيالية للصناعات الاحتلال العسكرية. هذه الاتفاقيات مهمة للأمن والسلام وللجيبة أيضا، يعلق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ساخرا على هرولة القطيع العربي نحو التطبيع، ولعل المال والأرباح المنتظرة هي ما يهم الكيان في علاقته بحلفائه الجدد. دول خليجية عدة تعرب عن اهتمامها بشراء أنظمة دفاع جوي وصاروخي من الكيان، فضلاً عن معدات عسكرية وأنظمة حماية للمدرعات ومنظومات للكشف والتدخل الإلكتروني. الاهتمام الخليجي بالسلاح الإسرائيلي أثار شهية شركات الصناعات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال لعقد صفقات مليارية مسلحة باتفاقات العار، وكون الخليج العربي المستورد الأول للسلاح في العالم. وصلت قيمة صادرات الاحتلال من الصناعات العسكرية إلى 7 مليارات ومليوني دولار عام 2019، وتمني شركاته اليوم نفسها بمضاعفة هذه الأرقام من جيوب وثروات مطبعي الخليج الجدد. وبعيدا عن السؤال، هل بقي في مستودعات سلاح دول الخليج متسع لمزيد من الصفقات؟ يطرح تساؤل أهم، هل تثير الصناعات العسكرية الإسرائيلية المدشنة والمطورة بدم آلاف الشهداء والجرحى شهية الخليج حقا لاقتنائها؟ وهل تبدو منظومة القبة الكرتونية التي أظهرت فشلا ذريعا أمام صواريخ المقاومة البدائية في غزة جديرة بالاقتناء؟ أم أن هذه الصفقات ليست إلا ضرائب ابتزاز ونهب دأبت الدول الخليجية على دفعها لأولياء نعمتها؟